اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صريح جدا. موضوعنا لنا اليوم حيكون على الجار. حبينا نشوفوا اذا المواطن الجزائري يتفقد جاره ولا لا. ما نطولش عليكم، تبعوا معنا. قد انت جيرانك؟ والله ما نفاقد يا اخو، بصح نتلاقى بهم طون طون. ما فاقدوش دوك خوك يشوفك يدور وجهه، الجار يسقط عليك. الجيران الله يرحمهم، وهن ما على بالو بواحد دركاتك. اش دارك دركاتك؟ اش دار؟ شان عام ما كان والو يلعزيز. تحوش على جارك. تحوش على جارك، بس كل وقت تبدل يا اخو. اون ا بيزوان، انا نسحق يجي نهار ونسحق جاري. بصح ما تلقاش. جو كوني بيرسون، انا وين باغ اكزومبل نسكن، بيرسون نو مو كوني، جو كوني بيرسون. ما يتعرفوش والله، يقدر يسكن في باطين بوحده والله ما يعرف جارو. سكيفي دي فوا تحصل هكا، صرات لي خطرة حصلت هكا ما كاش. تحتاج والو. انا كان عندي جاري عذبني. عذبك؟ عذبني. الجار وصى عليه النبي، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لا يؤذي جاره. بكري كانوا الجيران كانوا يفاقدوك وتفاقدهم، تروح بابك ما تغلقهاش، تخليها محلوله، تعطي كونفيونس للجار. درك ما كان والو، دوك ما كان لا جار لا والو، دوك غلق بابك وبقى على خير. السلام عليكم وعقب. ما تفاقدش جارك؟ لا لا ما شفتهاش، هادي ما كاش منها والله ما شفتها. شوف واش خصو ولا كاع مريض. ما تمسخاش، حاجة بعيدة علينا بزاف. حنا والله العظيم رانا بعد على وشك تحكي. ربي يهدينا والله رانا بعاد. كيفاش نفقدهم؟ اش ما خصهم؟ قداش نشوفهم انا اللي فاقد كيما حيتهم يا خو. يجي يسقسي عليك جارك يفاقدك. ما كاش، حنا في العيودة ديجا وما نتلاقوش. ثلاثة أربع أيام خمس أيام باش نتلاقاو. عيدك مبارك. كل واحد غالق بابه والسلام عليكم. هذا الوقت قلني ونقل لك. غلق بابك وتربح. كاش ما كاش قال هدر أخو والله، وتشعل النار كاع. والله واحد ما هو سامع بك. وليناك تعرف واحد ما يسخسي على واحد، كان تلا يسكن قدامك ما تشوفوش بال 15 يوم بالفانجور. باب الباب. الباب الباب، كان جيران الباب الباب، كان اللي ما يتهضروش. إذا كان المريض كيما نقولوا نطلع عليه ندير الواجب تاعي، إذا كان شي حاجة هكذا. كان مريض. إيه ولا كاش أنا. إلا ما كانش مريض. إذا كان شي حاجة ضرورية راني معاه خو، ولا ما كان والو علاش أنا؟ لا ما كان والو، ما كان والو. أنا جيران نحوس عليهم. غير ما تحوش على جارك، على من تحوس يا أخي. نفقدو باسكو جاري، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الجار لازم يكون جارك، لازم تعسو كلا ماكلا شرب ما شرب جايز تحوس عليه. دوك قليل ونصيب واحد جار مليح. أنا عندي جارتي أنا مطالية فيها هي مطالية فيا. كل واحد على باله بروحو، عكس بكري اللي كان الجار جار. كان الجار يحوس عليه، كان الجار يقسم معاه اللقمة، كان الجار يقسم معاه الكبش، كان الجار يقسم معاه درهم. دوك الجار ما بقاش جار، جار والله ما يطبطب لجارو في العيد، يبعث له بالتليفون يقول له صحة عيدك. يقول لك راح داك زمان بناسو وجا داك زمان بفاسو، يلزم تفهم العربية. ومن جميع اللي يتكلم بالحق يقطعوا له راسو، لو كان جا الخير في البصل ما ينغرس على راسو. دوك الناس تاع دوكاتيك كي توري له كي تقول له بلي فوالا زمان كيفاش كانت، يقول لك أنت قديم. حنا القديم مازلنا نسيرجوه. الجار لازم لازم عليك على بالك. شوف الحق، وين النبي عليه الصلاه والسلام قال لك الجار يورث الجار، قريب يورث الجار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مازال الجار يورث، يوصيني جبرين بالجار حتى دنانته يورثوني. يلزم تحترمه، يلزم توقف معاه، يلزم نهار يكون المريض تروح ليه، مانيش تقسم معه واش عندك. غابت هذاك القدر الريسبي تاع الجار تاع. صراحة الجار يفاقد جاره يشوفوا واش خصه. لا ياكل يغلق الباب خو، والله ما يحس باب جاره. يقول لك لأمين وحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه. كيش تحوس أنت على جارك يخمم عليك ولا يحوس عليك؟ ما كان والو خو، والله ما كاين حالة والله. يسمع ولا عجب ماكش اللي يطلب ماكش اللي يقول غير الخير. غلق بابك وتربح، تعطي راسي ماشي مليحة خو. نورمالمون جيران خاوة خو. جار كون لقى حبس عليك تريسيتي حبس عليك تريسيتي. والله نظر معك صح، يحبس عليك الماء يحبس عليك الماء. جاره واش يحوس عليك ويشوفك واش خصك؟ يحوس عليك يشوفك الساشيه كيفاه واش تجي في الساشيه. الجار هو كل شيء. الجار لانه يحفظك في عرضك، يحفظك في شرفك، يحفظك في كل شيء. مازال الجار يحفظك فادي؟ مازال